السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. وحدة الأديان أو جمع الأديان كلها في دين واحد فكرة مطروحة بقى لفترة طويلة على الساحة الدولية، وطبعا يعني الفكرة دي على أرض الواقع لن تجد قبولا ببساطة شديدة، لأنه كل واحد معتنق دين هو معتقد أنه هو ده الدين الصحيح وإلا مش هيعتقده. فمثلا المسيحي لن يتقبل أبدا أن هو يأخذ تعاليم الإسلام ويطبق عنده، والمسلم لن يتقبل أبدا أن هو يطبق تعاليم أي دين أو أي شرائع أخرى غيره. فكرة وحدة الأديان، أولا نحن لازم نعرف أن الدين واحد. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين أصلا واحد. الله تبارك وتعالى منذ أن أرسل الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم يدعون إلى دين واحد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدين أصلا واحد لكن الشرائع متعددة. فإحنا لازم نصحح المفهوم ده عندنا وعند الناس، فكرة تعدد الأديان ودمج الأديان في دين واحد. يا جماعة، دين الله تبارك وتعالى هو دين واحد فقط. دين الله تبارك وتعالى من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو دين واحد فقط، عبادة الله وحده لا شريك له. كل الرسل يدعون إلى دين واحد. وطبعا لو قلنا أن الدين السليم والدين الصحيح هو دين الإسلام وهذا هو الحق المبين، يقول لك أنت عشان مسلم بتقول الكلام ده، احنا بنقول لك لا، الحقيقة هذا ما يوافق العقل والفطرة السليمة، هو دين الإسلام عبادة إله واحد تبارك وتعالى. لكن فكرة ميكس بين الأديان كلها، إنما هو فقط لتضيع الهوية، عشان ما فيش واحد يقول أنا مسلم والتاني يقول أنا يهودي والتالت يقول أنا مسيحي والرابع يقول أنا بوذي والخامس يقول أنا كذا وكذا وكذا، يقول لك هو دين واحد. دين إبراهيم، بما إن إبراهيم هو أبو الأنبياء يبقى كلهم بيرجعوا لدين واحد ودين إبراهيم، ونعيش كلنا في ود وسلام. ماشي، ما احنا بنعيش في ود وسلام، لكن أنا إزاي هعتقد اللي أنت بتعتقده؟ يعني بعض الأشخاص يعتقدون النفع والضر في الحجر في البقرة عزكم الله، أنا إزاي أعتقد المعتقد ده؟ وغيري ممن لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إزاي أعتقد أن محمد رسول الله؟ فالفكرة دي قائمة على اللادين، وهم بيدعوا إلى نبذ الفروقات بين جميع الأديان كما يقولون يعني، ولكن الحاجات المختلفة عليها بين جميع الأديان إحنا نخليها على جنب. طيب خلص، الحاجات المتفق عليها بيننا كلها خلص نعتنقها كلنا. طب يعني تدخل مخ إزاي؟ أنا بقول أن الله واحد، وغير بقول الله ثلاثة، وغير بقول أنه في النبي عزير ابن الله، وغير بقول عيسى ابن الله، وغير بيعتقد أنه هو شعب الله الوحيد المختار والباقي دول عبيد عندهم، وغير بيقول أصل لا إله، وغير بيعبد صنم، وغير بيعبد شجر، وغير بيعبد بقر، وغير بيعبد ثعبان. كيف يكون للمتناقضات أن تكون شيئا واحدا؟ ده مستحيل، ده مستحيل ولن يكون. والمفروض ده يشجع المسلمين هم يحمدوا الله تبارك وتعالى أولا على دينهم، ثانيا يزيدهم تمسكا بهذا الدين الحق الذي رزقهم الله إياه، وإلا فلربما كانوا على غير ملة الإسلام، كانت هتبقى مصيبة كبيرة. ليه؟ لأن كل واحد بيعتقد أنه الدين اللي عليه هو الدين السليم. والدليل على ذلك أنه إن النصارى بيكفروا المسلمين صراحة، قساوسة بيقول الكلام ده عادي جدا، وكذلك عقيدة المسلمين بكفر وشرك النصارى وغيرهم ممن يدعون أن هناك آلهة أخرى مع الله تبارك وتعالى. ففكرة وحدة الأديان يعني حتى التعبير نفسه خطأ، لأن الدين واحد. ولو قالوا تقريب الشرائع بعضها من بعض لكان يعني أوجه وأسلم، وبرضو ده لن يكون. فأنا عايزك تتمسك بدينك وتتعلم أمور دينك وتتعلم التوحيد والعقيدة السليمة التي تستطيع بها أن تواجه بها من يخالفك في المعتقد، وأن تحجبها غيرك. صلى الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الحياة على الإيمان والموت على الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.